كما جاء في التساؤل ديالكم على لو بوليميك اللي وقع حول الاربيتراج في البطوله الاحترافيه لهذا الموسم، اولا تعرفوا بانه عهد جديد، مديريه جديده، لجنه مركزيه جديده، فالمديريه يتراسها السي رضوان جيد، والاحرش بشعيب الاستاذ يتراس اللجنه المركزيه التحكيم بطاقم جديد وبعقليه جديده وبافكار جديده وببرنامج جديد. كاين واحد التغيير هو وكاينه واحد الفكره، واحد لوبجيكتيف هو توسيع القاعده. تنعرفوا بان في المواسم الاخيره كنا تلعبوا تقريبا بواحد 14 ثلاثي حتى 16 ثلاثي، فاش يخرجوا عندنا الحكام الدوليين خارج ارض الوطن، فاش يتصابوا لنا الحكام، فاش الحكام خاصهم يجلسوا مثلا تيكون واحد الارهاق ما كاينش البديل. كان واحد الوقت نسمعوا الحكم تيلعب يوم الاربعاء في بركان في غرفه الفار، ويوم الاحد او يوم السبت تلقاه في الدار البيضاء تيقود مقابله، ويوم الاربعاء او الاثنين تلقاه يمشى لواحد المقابله اخرى. اذا ما كاينش الراحه بالنسبه للحكم، وكان تيكون تاثير على بعض المردود ديال بعض المقابلات. ارتأت المديريه والجهاز باش يوسع القاعده، وهذا كان الخطاب ديالهم واضح بتوسيع القاعده، نعم بالحكم الشباب، نعم بالحكم المجربين، وبالحكم اللي عندهم تجربه. تنعرفوا بان المغرب يتوفر على سبعه حكام اللي هما سبعه حكام دوليين، منهم زائد الحكمه الدوليه بشرى كربوب اللي تتلعب في، كاين حكمات اخرين ولكن الجمهور تعرف بشرى كربوب لان هي التي تقود مقابلات كحكمه ساحه. هذه السنه هذه الحكام اللي عندهم تجربه باقي ما شفناهمش في البطوله الاحترافيه، شفناهم غير في غرفه الفار، قدموا المساعده في غرفه الفار، باقي في الملعب يلا شلنا صبري، يلا شلنا بشرى كربوب، باقي ما شلناش جلال جيد، باقي ما شلناش بوسليم، باقي ما شلناش حمزه الفاريق، تمسماني، عده اسماء باقي ما شلناهاش، شلنا اسماء وجوه جديدة وشنا وجوه شابة. مثال المعطاوي فهو من الحكام الشباب، باسلام عنده 29 سنة، المعطاوي عنده تقريبا 30-31 سنة، فاش نقول 31 سنة تنقولوا صغير، تنقولوا صغير بالنسبة لنا حنا، أما إلا بغينا نقولوا حكم صغير راه خاصنا نلقاو 25 سنة 26 سنة باش يلاه في 27-28 يعلق الشارة الدولية. فأصغر حكم لعب في البطولة الاحترافية عنده 29 سنة. تقولي لي هاد الناس هادو راه ما عندهمش تجربة ودخلوا البطولة الاحترافية، نقول لك بالعكس، يمكن ما كايناش هذيك التجربة الكبيرة على القسم الاحترافي الأول مع شاشة التلفاز مع النقل التلفزي، لكن هاد الحكام راه قادوا مقابلة في القسم الوطني الثاني، قادوا مقابلة في كأس العرش الناسيونال في الهوات، وخاصنا نشوفوهم، خاصنا نشوفوهم في دوري التميز في كأس التميز، ونشوفوهم في البطولة الاحترافية، وهذه هي الفرصة لتقييم العدد الكبير ديال واحد العدد الكبير ديال الحكام. فالآن المديرية بعد ما دخلت واحد المجموعة ديال الحكام، الآن عرفوا شكون هما الحكام اللي مستعدين والحكام اللي ما مستعدينش. كانوا هفوات، ماشي ما كانوش هفوات، ولكن غادي يضلوا الهفوات وغادي يضل الاحتجاج التحكيم ويضل هذا البوليميك ما دام كاين البشر هو الذي يقود المقابلات. لكن اللي مطلوب لا طحنا في شي هفوه في هذه المقابله، ما طيحوش في اختها في مقابلتين اخرى. كاين واحد العمل مديور ما غاديش يبان الثمار ديالو، امبوسيبل هذا العمل ديال هذه المديريه غادي يبان في سته دورات خمس دورات. كيما عطينا الوقت للاجيال السابقه والمسؤولين السابقين عطيناهم واحد الوقت تسير، فهاد الناس هادو نعطيهم تما واحد الوقت ومن بعد نتحاسبوا معاهم شكون هما الاسماء اللي تم اقحامها، شكون هما لي تريو اللي تم الاعتماد عليهم، واش موفرين اولا بزاف ديال الحويجات للحكام، لان المتتبعين ما تيعرفوش بان الحكم بزاف الحويج اللي خاصها يتم التوفير لها مثل التامين. فالسنه الماضيه كان توفى لنا حكم في المحمديه في لانوريا، ولحدود الساعه الملف ديالو في الرفوف، هو كنا تنقولوا لاسيرونس وتيموت الانسان. ها هو عندنا حكم سميتو الشعيبي الله يرحمه، اللي تلميذ ديالي انا اللي كنت في التكوين ديالو، ها هو توفى، الاب ديالو حكم سابق، العم ديالو حكم سابق، والعم الاخر ديالو حكم سابق الله يرحمه، ها هو توفى. ولكن الملف ديالو من ناحيه ديال التامين ومن ناحيه ديال الامور ديال التتبع ديال الملف ما خداتش الطريق ديالها، مازال في الرفوف، مازال باقي ما خداش هذا. اذا غير هذا الاكراه ديال التامين زائد بعض الحويجات في اللوجيستيك مثل اللباس ديال الحكام، لان تعرفوا بان الحكام خاصهم يكونوا بزي موحد. تعرفوا بان فاش كنا حنا تنلعبوا كانت الشركه اللي تتعطينا الاقمصه وتتعطينا لي سيرفي وتتعطينا ليكيبمون ديال لونطريمون. الان في هذه السنوات الاخيره ما تمش تقديم هذا الشيء للحكام، يعتمدون على انفسهم، زائد المواكبه النفسيه ديال الحكام مع المواكبه ديال الاستعداد البدني، زائد العمل في المديريات الجهويه. شحال من واحد يقول لك راه كاين المشكل في القمه، انا اقول العكس، لا كان شي مشكل غيكون في القاعده في بعض المناطق، مناطق تجتهد
ومناطق لا تجتهد، فعلى المديريه الوطنيه باش ترسخ البرنامج ديالها في المديريات الجهويه. وهذا هو اللقاء اللي كان الاسبوع الماضي في مركز محمد السادس بين رضوان جيد والمديريات الجهويه باش يكون عمل مشترك وعمل موحد.